اخوتي واخواتي عشاق الزراعه، اسعد الله اوقاتكم بالخير واليمن والبركات. طبعا الحراره بالعراق وصلت 50، بس كل ما يجي الحر ما نقدر نفارق سيد عبيس لو اول حر. ليش؟ لان اذا صابك الحر روح السيد عبيس غير الاجواء. طبعا هنا اجى ابو وسام طوال الاعزاء ملك الصفاريات. خلي يجي هنا. السلام عليكم سيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ابو وسام. اجى عالم الصبار. اجى عالم الصباريات العراق. طبعا اخوان الاعزاء الاخ ابو وسام ملك الصباريات بالعراق اخونا العزيز. اخوان الاعزاء سيدنا حر اليوم وصل 50 مئوي. هذا يصير 70. خير امورك. سيدنا احكي لنا عن نباتات. شيء عندي كله. في احفظ عندي هذا. احكينا هسه كل عشاق الزراعه يقولون زرعنا مات احترق مات ما يزقون. احكينا سيد سقايه بالتسعه. ها هسه نجي هنا أنا ناخذ جوله بالبدايه. طيب سقايه بالتسعه اخواني الاعزاء سيدنا احكينا بالبدايه شنو نوفر هسه هنا؟ انت موفر هذا طول ظل هنا بالمشتل ومو كله يعني ومناطق مكشوفه. لا انا هذا على مود الممشى. ها زين سيد هسه نجي لهنا. تعال تعال سالت تفشي مو بالشميس. نعم هاي العام صورتها ولا حلفتها؟ هاي كم العام صورها؟ هاي العام صورتها اخوان الاعزاء قطر الندى تراش العروس. طبعا للمعلومه سيد تدري هاي تراش العروس هاي العصاره مالتها مفيده لجميع الامراض الجلديه اخوان الاعزاء وحتى مفيده للمفاصل ولها استخدامات كثيره جدا العام وحتى اذا صورت النفسيه العام اهم مكان النفس. احكي لنا سيد على النباتات القويه اللي تشوفها اقوى شيء هسه. كلها قويه. هذا عندك الناز بس يقول بالتسعه الصبح السقي بالتسعه الصبح السيد يقول السقي غزير غزير اي السقايه. وش وقت الرش البخ والكذا هاي باقي؟ يرش 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 بس اذا اصبحه هو بالتسعه بعد كل شيء ميت سيد. هسه هذا الناس تقولش ميت؟ النا اي لا والله ما تقولوا لي خلاص هذا بالشمس المباشره. اي بالشمس المباشره هذا. وطبعا هذا بس رمل مو سيد؟ بس رمل والله. والله سيد ايدك شوي داب. ايدك بركه. بيتنا شوي داب. رمل ويا داب. سيد خلينا ناخذ جوله من هنا نشوف هاي النباتات. هنا عندنا هذا التكي. هذا التكي السلبوحي. هذا التكي السلبوحي. هنا نهاية احكي لنا على ذني هسه هنا انت اكثر من نوع عندك من نبات هذا البنك عين البزون. نعم عندي بس الوردي والابيض. نعم قام يطلع بي الوان ما شاء الله. قام يطلع بي الوان هسه هذا تنصح به الو... اي هذا بالشم بالحر والهاي هنا المينا. المينا تشوفها قويه جدا بس كل ما يخليها بس عليها تموت. ها لازم الاهتمام. هذا الانتران هذا هذا قوي. هذا قوي هذا قوي. نجي بعد جوله نشوف النباتات هنا. نجي سيد نسيت كف مريم هنا. هذا كف مريم هم قوي. هذا كف مريم اخوان الاعزاء سيد هنا على مود قبل يشوفونه سيد. هذا عندك عندك قوي كلش قوي قوي جدا حار. عندك كميات من عند هذا بالشتاء يجري. اي بالشتاء نظر. وهنا طبعا اخوان الاعزاء التك الالماني انا شوفتهم للاخوان بالبث المباشر هسه عندي بالشهر السابع 14/7 وعندي تكي من عنده قاعد ناكل من عنده. فهذا المعلومة هاي لازم. خلينا نشوف باقي النباتات. سيد هذا عندك اللي جايب اللي لا قليلات قليلات. هذا المرجان ما شاء الله. طبعا اخوان الاعزاء المرجان اسمه ألانتا كامارا. اقوى متسلق هو. اقوى من اقوى المتسلقات. هو طربوش المني. طبعا سيد هسه هو هذا المتسلق هو بالصيف مشكلته الصيف يحترق. انت هسه حتى ما مخلي شيء فوقه. ماكو لا هو الشمس. هذا ما شاء الله. طبعا هاي الشجره اللي حكينا لكم عليها. هذا الخطم الساحلي. هذا الخطم الساحلي. شوف اخوان الاعزاء. اقوى نبات. واسرع نبات هذا بعد الشهر يصير العلوه ما شاء الله يصير بعلوه. هذا تنصح به الدوائر البلديه بالصبخه. بالصبخه صح بالصبخة. وانا صورته بالصبخه قوي جدا بالصبخه. هذا بالصبخه سيد. بعد هنا ايش عندنا نباتات هنا؟ الجهنمي عندك الفول قطمر ما شاء الله انتاج المشتل. هذا كله انتاج مشتل. هذا الاصفر القطمر سيد هاي بيش؟ هاي داقه لو ما داقه جذر؟ هاي محرك. ما محركه هاي مثل هاي بيش سيد؟
اكو بثلاثة واكو بخمسة. ما شاء الله. هاي ما شاء الله سيد هذا ال... من قاس النيم؟ هاي نيم هاي. من قاس؟ هاي مكسوسة، هاي مكسورة. لا قاسين من هنا. قاسين من هنا شنو أقلام شنو قاس؟ هاي إخواني الأعزاء هاي شجرة النيم سيد، هاي إيش قد سعرها هاي؟ 5000 دينار. النيم موجود عندك في مشتل سيد عبيس. هاي البخور سيد. ها؟ هذا البخور. إيه. إخوان الأعزاء طبعاً جولة في مشتل سيد عبيس الحطاب حتى شوية الإخوان اللي عندهم نباتات تضررت شوية. ها السيد يقول يركز، يقول تزقون الساعة بالتسعة ضروري السقي بالتسعة. ما شاء الله سيد هنا مغيرين ما شاء الله اليوم مخلين حصو هنا أنا. طبعا اخوان الاعزاء هاي جناح جناحنا هنا عالم الزراعة والنباتات المنزلية. لحد هسه نوزع بذور، صار لنا شهرين لحد هاي اللحظة موجودة البذور هنا أنا. طبعا بالمشتل موجودة هاي الانواع انواع السنادين. سيد احكي لنا على ياسمين الاحمر. ياسمين الامريكي اقوى نبات، اقوى متسلق. اخوان الاعزاء المتسلق رقم واحد هو وجه لنا من ياسمين الاحمر هنا انا سيد. هاي كله هذا المطاط انتاج، هذا انتاجكم. اي كله مال طارمه ما شاء الله، مال طارمه السباركس اناره قويه بدون شمس. سيد احكي لنا على هاي الفكره هماتينها، فكرة السعف النخيل هذا تحسه هذا أحسن من النظام الزراعي. طبعا شمس طبعا الرحمن ينطي شمس وظل. هاي ناش شمشار قوي جدا طبعا. أبو علي صديقي من أعز أصدقائي ما يرضى يطلع، ما أعرف شنو القصة اليوم. هذا سيد هنا عندك شو اسمه هذا؟ هذا مو نسيته؟ نعم طلع الشيطان. خليل الجبل. سيد شو الجماعة يقولون خليل الجبل ما تعدنا. ليش يموت عمي؟ ليش يموت؟ أنا أدري سيد أنت. هاي سيد أنت تحب النباتات والنباتات تحبك. ليش ما يموت؟ شوف جماعة اللي ما تعدهم خليل الجبل. شوفوا كيف. هذا إنتاج اللبلاب. هذا إنتاج السيد اللبلاب هذا شوفوه. والله أبو الليفة فترة ويموت. هذا اللي ياخذها. هاي قوية. ويشد له خيوط. ومشتولة بخبطة. سيد هاي انا جربت هذا اللي عندك، اخذت ايه؟ من عنده اقلام وكاثرت للامانه. ايه؟ تدري هذا سيد انا عالدرج ان شاء الله اخوان رحت اصور لكم اياه. ايه؟ هذا عالدرج تعيفه عالدرج وتخليه ينزل متدلي. ايه؟ اكثر من الصعود.